يقول: ما حكم التداوي إذا احتاج إليه وكان في تركه تعريض لنفسه للخطر؟ لا، ما يجوز له يترك التداوي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: تداووا ولا تداووا بحرام. وقال: ما أنزل الله داء لا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. فلا يترك التداوي المباح اعتمادا على الله وتوكلا على الله، هذا سبب. لا يجوز ترك الأسباب، بل يتداوى ويتوكل على الله، إن الشافي هو الله، وإنما الدواء سبب. نعم.